السالفه؟ وين راح الجمهور؟ الجمهور ماخذين اجازه اليوم. اه اوكي ماخذ اجازه. يب يب اعطيتهم اجازه يستاهلون. لا لا حلو جوك يعطيك العافيه. هلا وسهلا بكم يا جماعه الخير في الحلقه رقم 11 من السلسله الشهريه توبز لا تضحك. قبل لا نبدا يا اخوان حاب اقول لكم مبروك، وصلنا 4,600,000 مشترك على القناه، ان شاء الله نقدر نجيب 5 مليون قبل نهايه السنه. شكلها صعبه صح؟ اليوم يا جماعة الخير راح نقلب الموازين، توبز لا تضحك راح تصير توبز اضحك. اليوم ابغى اضحك على كل شيء اشوفه، وبنفس الوقت نبغى نسوي دونيشنز كثير للستريمرز، ولكن ما اقول الا يا رب ان الفيديوهات تساعدني. عطني الانترو. اوكي خلونا نشوف الفيديو الاول. إذا كنت لحالك بالبيت. أوكي. حلو. طفي المكيف وشغله. أعجب الصوت. يا سلام. لا 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 بيسوي لها نكسل ليش؟ تابعونا على قناة زين أنسي. اوكي. لا والله حلوة يا اخوان، بداية ممتازة. المدرس خليت مراقب سري بالصف الطلاب. حلوة ممتازة جدا اخوان. الان ترى كل شيء قاعد يصير بحياتي لازم اسوي له تحريات، والسبب لعبة مونقس. صرت مركز بكل شيء فعليا، لانه اللعبة هذه صاير الفترة الماضية انا والعيال يوميا نلعبها، وبالتالي خلاص اي شيء يصير حولي كذا. شفتك طالع من البنت. بالمناسبة نزلت 3 فيديوهات من لعبة امونج اس في قناة الجيم، يعني الرابط في الديسكربشن لو كنت تبغون تشوفونهم. سوني 3 خلاص انتهى وقتك. سوني 4 انا اعرفه مستحيل يستغني عني. سوني 2 زعلان. سوني 1 زعلان. انا اشتري سوني 5. جي جي. حاس فيك يا سوني 4. السوني 4 اللي عندي هنا يا اخوان، لو اتكلم لكم عن الذكريات، يكفي ان اول مقطع بقناتي كانت افتتاحيتها بالسوني هذا. نعم انبوكسنج سوينا مع بعض، ولا نزل سوني 5 وكثير والله من العيال طلبوه طلب مسبق عشان يشترونه، ولكن انا ايش طلبت وياهم طبعا. يلا يا عمي وخر بس. Hello darkness my old friend. ايش فيك تزعل من المزح يا اخي؟ ول حضرتكم يا شباب، اللي عنده سؤال يتفضل. حلو حلو يا رجل، لو انا كنت ابغى اخليها تعدي ضحك كنت اقدر امسك ضحكتي، لكن اليوم انا قلت لكم ابغى اضحك. فحلو يعطيك العافيه. والله فاجئني يا اخوان. توقعت السكتش انه ما بيلقى شيء بالثلاجه واخر شيء يعني يرجع ينام زعلان، ولكن ابدا ما توقعت انه بيجي احد يخوفه بعدين هو يعطي 360 ويغني بنفس الوقت. اوكي واتس ذس؟ ما عنده رياكشن للصوت هذا ولا الصوت هذا برضو. اوكي على طال الفيديو هذا يا اخوان، والله انا غبي، قبل فتره كانت نغمه المنبه حقي نغمه الايفون هذه. يب ما اعرف ليش كنت حاطها، بس كانت هذه هي النغمه اللي تصحيني من النوم اذا لما احط منبه. اوكي حرفيا اي واحد جنبي يدق جواله اتنرفز نرفزه يا اخوان، خصوصا مثلا اذا واحد دق جواله وطالع بالاسم وما رد ولا حطه على الصامت. كنت اتنرفز لان الصوت هذا صوت منبهي. الين ما تغيرت يا اخوان الحمد لله، اشتغلت على نفسي وتعبت وحطيت المنبه نفس الصوت هذا اللي انت سمعته قبل شوي.
خلوا حوارنا منظم، خلوا حوارنا منظم. احنا دائما في دوراتنا ناخذ اجل واحد يوزعنا. بالضبط. الحين حنا الله عطانا سكن وعطانا هالشقه هالصاله المرتبه. طيب في اليوم يعني في اليوم ما نطلع ما نحلف نطلع نطلع حنا ما يمنع حنا. وين نروح؟ طيب. نروح للساحل ونحبك ناخذ حبات. طيب يا اخوان قاتل مين؟ حداك حداك اللي هو المهم قاتل مبسوط انا يمكنك حياة الفهد دراما. يا اخي منو بحياة ابو فهد؟ مو ابو فهد، منو بحياة ابو فهد؟ ما اعرفها. خلاص اقعدوا ان شاء الله نتفاهم. صادق المثل يقول ايوه عطى ايه ها وشو صادق المثل وش يعني؟ اه بتصدق المثل ايه انت حسيت قل المثل حلو ترى صوت مكيف ابغى اسمع انا المثل. لو صاحبك عسر الله ياخذ. قلب الأمثال مع بعض ولعب بالكلمات لعب ما يصير يا عمي. وهو من المشاهير من الذكور ومعها حق، لأنه إحنا نفسنا حايمتن تستبدنا. حايمتن تستبدنا يعني لا يعجبدنا، يعني فاقعة مرارتنا. عجيب ترجم لهم حايمتن تستبدنا. يعطيك العافية. سوالفي إذا قرب يوم ميلادي. وحدة الله يذكرها بالخير حولت لي 1250 ريال. يا سلام. هذه مثلا يوم حولت لي مو ثاني يوم ثالث يوم دزت لي رسالة قالت لي أنا عطيتك هدية وجاني خطيب سبحان الله يعني شوفوا سبحان الله عطتني هدية والله سبحانه وتعالى أرسل لها هدية سبحان الله يعني هذا الشيء يعني يكفي إن الله سبحانه وتعالى يعني الحمد لله الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى الحمد لله. اوكي انا ما بمتنع عن التعليق للامانه، معلومه اول مره تسمعها، يلا خلونا نستفيد. هلا والله يا عيال، اليوم بعلمكم شلون تشربون المويه بالطريقه الصح. اول شيء تاخذ كاسه تحط فيها مويه، طبعا اذا ما في مويه ما تقدر تشرب، سخيف انت. طيب المهم نكمل الحين، تاخذ كاسه تحطها قريب من شفابك كذا، بعدين تشرب. تسال مش علومه من كل صوب قبل. وخلي من يدفع تحت اسمع اخذ لا انت اللي بدأ حتى انا اخرس لا 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 يا انت اللي بدأ يا شاكر شاكر انت اللي شاكر ورب الكعبة يا اخوان الفيديو هذا مهما شفته الا ما زال يضحك. اعتقد يا اخوان ضحكنا بما فيها الكفاية. عندنا الان 70 دولار راح ندخل على واحد من الستريمرز في تويتش ونسوي له دونيشن ويا خلونا نشوف مين الستريمرز اللي راح ندعمه بحلقة اليوم. اوكي هذا هو الستريمر اللي راح نسوي له دونيشن ديم. والله يا اخوان من زمان ما سوينا الفقره هذه، ما نبي نطولها يا جماعه الخير، بنسوي له دونيشن على طول ب 70 دولار ونشوف رده فعله. اوكي وصل الدونيشن على طول. اوبس بعت لي 70 دولار. ايه؟ نعم ايه؟ افضل لاعب فورتنايت بعدي طبعا. توبس توبس الو الو لو في دماغي توبز اقسم بالله والله العظيم هتصدم اقسم بالله هموت اقسم بالله هموت وطهل وطهل والله العظيم ما مصدق توبز واقسم بالله انا بتابعك اول باول اقسم بالله يا توبز انا بتابعك اول باول سيبك درجه ثانيه ولا ايش حتى كان عامل في فيديو كده ان هو اشترى حاجات من الاونلاين ومنهم كانت الطاقيه بتاعت السماعات صح هذا اخر فيديو نزل شكرا كده انا شكرا والله ما عارف اتكلم اقسم بالله ما عارف اتكلم الى هنا يا عيال وصلنا لنهاية هذا الفيديو، ان شاء الله الفيديو عجبكم، شكرا على المجاهدة، شكرا على الدعم، هذا كان كل شيء عندي اليوم، خلونا نشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، بعد 3 ايام من نزول هذا الفيديو، كان معكم عبد الله ويلا سلام.